خلينا نبدا بالماتش النهارده ان شاء الله، وبنتكلم فيه اكيد برضو مباراه قويه. البعض برضو خليني انقل الصوره يقول لك مباراه مهمه، بس مصر المقاصه مش المباراه اللي تخوف او مش الفريق اللي يخوف. يعني تقابلنا 20 مره، دي مواجهه 21. الاهلي فاز يعني بثلاث ارباع المباريات في المواجهات السابقه، ولكن برضو يظل في اهميه لهذا الماتش وهذه المباراه. فخلينا ناخد كده برضو رؤيه سريعه من حضرتك على النهارده، لان عندنا برضو ملفات تانية كتير. بصي، هو النادي الاهلي يعني عشان نادي بطولات، فهو بالنسبه له لما بيلعب اي ماتش كل الماتشات متساويه عنده. بيلعب المقصه، بيلعب البيراميدز، بيعامل مقاولين، بيلعب الزمالك، عنده كل ماتشات الدوري بالنسبه له عشان هو بيلعب على بطوله. فالنادي الاهلي نادي كبير، مش نادي صغير، لكن بيعمل لكل ماتش حساب. فدي ميزه النادي اللي هي بتبقى عايزه تحرز بطوله. ما عندوش يعني، هو دلوقتي عنده مصر المقصه، بعديه عنده ماتش بطوله بالظبط، بعدها بطوله مهمه يعني. طبعا البطوله 10 ان شاء الله، وان شاء الله نبارك للنادي الاهلي. بس هو ما بيفكرش دلوقتي في الماتش، لا هو بيفكر في بيراميدز دلوقتي. كل اللعيبه، ودي الميزه اللي في النادي الاهلي الصراحه، اي مدير فني مستر موسيماني يعني بيركز مع كل ماتش بماتش. وبعدين واخد بالك يا استاذ كريم، النادي الاهلي بيلعب كل 48 ساعه تقريبا. صحيح، انت لو جيت البرنامج كل يوم بتلاقي نفسك عايز تحضر وعايز تعمل، وانت بتبقى ريلاكس وقاعد وفي التكييف وبتاع. فتخيل اللعيبه اللي بتلعب في الجو اللي احنا فيه ده، صحيح، والجو الحر، وبيبذل مجهود وبيلعب زي ما بقول لك عشان نادي بطوله يا هوند. فهو لازم بيركز كويس جدا، واللعيب يبقى الفورمه بتاعته. يعني انت جاي النهارده الصبح يا استاذ كريم ممكن تلاقي نفسك مش فايق شويه. لا بتحصل طبعا، ومش مركز شويه. في يوم تلاقي نفسك ناشط وفايق، ولاعيب الكوره كده. فمتخيل انت كل 48 ساعة بيلعب ماتشات بيلعب على الفوز. يعني احنا شفنا ماتش المقاولين، الفرقة اللي بتلعبها المقاولين كابتن عماد النحاس، يعني ربنا، يعني معروفة ان لازم المقاولين هيدافع قدام النادي الاهلي عشان هو شاف ماتش سموحة. ماتش سموحة من اول ما نزلوا بيلعبوا بيضغطوا على النادي الاهلي. النادي الاهلي ضغط عليهم واحرز الاهداف بسرعة، وده المطلوب منه. فالماتش بالنسبة له بقى مستريح فيه. طبعا الماتش اللي بعديه فوجئ ان المقاولين تكتل دفاعي جامد جدا. فبرضه لغايه لما ربنا يعني اكرمنا وجبنا الهدفين في اخر الشوط الثاني، في اخر الشوط الثاني. يعني برضه هي الفرقه دي كل ما بتتاخري في احراز الهدف فيها، الفرقه دي خلي بالك بتبقى نفسها موجود وعندها حميه وبتاع. اول ما بتحرز فيها الهدف الاول او الثاني يبتدوا بقى يلعبوا اللعب، الملعب مفتوح كله بقى خلاص انت خسرت.